ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا. مثل ما ذكرنا في فقرتنا الأولى عن الأمراض وعن الفيروسات بشكل عام، أكيد مهم جدا الحفاظ على غذاء أو نظام غذائي سليم وصحي لتقوية جهاز المناعة. اليوم حتكون ضيفتنا في الفقرة أخصائية التغذية تقوى، تعرفنا أكثر على بعض الأطعمة والأغذية اللي ممكن فعلا تقوي جهاز المناعة وتقينا من الكثير من الأمراض. أهلا وسهلا فيك تقوى. أهلا فيكم، يسعد صباحكم. نحن حابين نحكي عن الأغذية المفيدة لجهاز المناعة، رح نبلش نحكي عن عدة مجموعات. من أهم المجموعات اللي نحكي عنها هي مجموعة البروتين. عنا البيض من مجموعات البروتين، هو الغني بالبروتين واللي بيحفز عنا جهاز المناعة وبيقويه. وعنا كمان العدس والفاصوليا اللي بقشره كمان بتحفز عنا جهاز المناعه وبتقويه. وفينا نستعمل كمان البيناتس باتر، هي كمان بيستخدموها للاطفال خاصه بوجبه الفطور، هي غنيه بالبروتين وممكن نستخدمها للمدارس بالاطفال. في عنا كمان مجموعه النشويات اللي هو الخبز والقمح الكامل، الخبز الأسمر، الكورن فليكس، كمان هي من المجموعات الغنية بالزنك وفيتامين A اللي بتحفز عنا جهاز المناعة كمان عند الأطفال وعند الكبار. بدنا نحكي بس موضوع الفيتامين A الموجود بالسلمون والسمك والسردين، هو غني بالزنك مثل السردين، بيحفز عنا جهاز المناعة بشكل كتير كبير. كمان بدي أحكي عن الزنجبيل خاصة بفصل الشتاء، أو ممكن يتاخد مع ليمون، مثلا زنجبيل مع ليمون يوميا مرتين باليوم بحفز كمان جهاز المناعة وبيقوي كريات الدم البيض. وكمان عنا الشاي الأخضر، وممكن التوم يستخدم بحالات نزلات البرد، ممكن يستخدم مع اللبن، ممكن بيدعم كمان جهاز المناعة. كمان بدي أحكي عن اليوغرت اللبن وخاصة اللوفات، احتوائه على البروبيوتيك، هي بكتيريا نافعة. كمان هلا في كبسول يعني مثل حبيبات استخدموها في دعم للمناعة، بيضيفوا البروبيوتيك الموجود اللي هو موجود بالأجبان والألبان المخمرة، مضاف لحليب الأطفال، وفيه بيساعد كمان الكبار على الهضم، عملية الهضم وانتفاخات الكولون، ودعم كمان جهاز المناعة. يقولوا يعني او يقال مثلا انه هنالك بعض الاغذيه مثل ما تفضلتي انه بتحسن كفاءه الجهاز المناعي بالجسم، ومنها العسل. ما تعليقك على ذلك؟ العسل كثير مهم، له دور كثير كبير، وخاصه العسل الاسود الاحتواء على سكريات ومعادن مثل المنغنيز والكالسيوم. طبعا هو من الاغذيه المفيده، وخاصه ممكن تدعم الاطفال وجهاز مناعه الاطفال. مكمل وليس هو اساسي، في عده اشياء مثل ما ذكرنا مهمه كمان لجهاز المناعه، بس كمان العسل هو اساسي ومهم، وبيضاف لل العصيرات وخاصة للأطفال قبل ما يروحوا على المدرسة ممكن يضاف العسل للحليب، كمان بيدعم جهاز المناعة، فهو جدا ممتاز، ممكن حتى الكبار بالسن. وهلأ من كثرة الأمراض اللي انتشرت فالعسل مهم يوميا، ممكن يتاخد مع زنجبيل وليمون ومعلقة عسل يدعم جهاز المناعة، فجدا مفيد. أوكي، في عنا كمان مجموعة الفيتامين سي اللي هي البرتقال مثل الطماطم اللي محتوي على اللايكوبين، كل شيء فيه صبغات حمراء مثل الملفوف الأحمر، الأرنبيت، البروكلي، ممكن يعني للطبخ، فندعم الأطفال بطبخ الخضار والفواكه هي. وكمان عنا الكيوي احتوائه على فيتامين سي بنسبة أكثر من الأورنج بنسبة كبيرة، فممكن كمان يتاخد بنزلات البرد هو والبرتقال والليمون والزنجبيل. كمان جدا الزنجبيل هو أنتي أوكسيدنت، فهو كتير ممتاز، وخاصة بيدعم الجهاز التنفسي، وأثناء مثلا إذا حدا مرضان أو شيء ممكن كتير يتاخد يوميا زنجبيل مع ليمون ومعلقة عسل، خاصة هلأ بهالوقت وانتشار الأمراض كتير كبير. هل هناك كمية محددة مثلا من تناول الزنجبيل يعني لتقوية جهاز مناعة؟ يعني أنا واحدة من الناس يعني جك زنجبيل كل يوم يعني بريك، لا ما هل ممكن من تأثيرات سلبية من استخدامه بكثرة؟ لا ما عندك أي مشكلة، طبعا ضمن حدود، أكيد لما تاخدي كوب أو كوبين أو 1 لتر مثلا أخذتي منقوع زنجبيل وليمون، نحن بننصح فيه يوميا لجميع يعني للكل انه يتاخذ، لانه بيدعم جهاز المناعه بشكل كبير، وبشكل بيقلل تشكل الفري راديكلز اللي هي الجذور الحره المسببه للامراض وخاصه السرطانات. جميل. يعني لو حبينا نتحدث عن اذا تجهيز فطور صباحي للاطفال، ايش الاشياء الاساسيه اللي ممكن نضيفها والمهمه اللي اضافتها في الصباح؟
طبعا الاطفال اهم شيء الفطور اهم شيء قبل ما يطلعوا من البيت، هي اهم وجبه الام لازم تركز عليها، يعني كاسه الحليب مثل ما حكينا، معلقه العسل، ممكن ياخذ بيضه مسلوقه، بروتين كمان مشان يعطيه يضل مداين طول اليوم بطاقه منيحه، والساندويتش ممكن اللي تعمل له اياه الام يتاخذ معها على المدرسه ونحط فيه مثل ما حكينا الاشياء المهمه مثل الطماطم، الخس، مثلا جبنه لو فات، كمان هي بتدعم جهاز المناعه، كلياتها من البروتينات المهمه، او مثل ما حكيت البينتس باتر من زبده الفول السوداني، هي غنيه بالبروتين وبتدعم جهاز المناعه، ممكن يتاخذ، ممكن قطعه فواكه تنحط للطفل خلال اليوم، ما في اي مشكله. اوكي، بعدين كمان تحضير الوجبه لازم يكون دائما وجبته غنيه بالخضار والفواكه، هذا الشيء كثير بدنا نركز عليه خاصه الاطفال بعمر النمو، يعني بدنا نركز على موضوع يكون غذائتهم سليمه وصحيه، والدهون الدهون تكون في، يعني اهم خاصه الاطفال بهالعمر بيروحوا للهاي فات للاشياء السريعه، كمان هي الشغلات بتاثر على انه كمان مناعتهم بتقل وبزيد الامراض، فبدنا نركز على موضوع انه يكون كلياته لو فات وندعم جهاز المناعه بالاغذيه اللي احنا حكينا عنها. ذكرتي الكالسيوم واهميته لاجسامنا، لكن بعض الاشخاص يمكن ما يقدروا يشربوا حليب لحساسيه موجوده عندهم من لاكتوز، ايش ممكن البديل الاخر؟ ممكن عندنا حليب الصويا، في ناس او اللبن قليل الدسم، ممكن او ممكن ينضاف الحليب، مثلا اكيد اغلب الاطفال بياخذوا كورن فليكس فما بيحبوا ياخذوه لحاله، فاذا نضاف له كورن فليكس او شوفان مع اللبن ممكن يتاخذ ويصير ابسط، او ينعمل كوكتيل جوس موز وحليب مثلا، ما بيحسوا بطعمه مثل ما بياخذوه دايركت لحاله. كمان هيك ممكن يتاخذ. طب اي افضل، الحليب العادي ولا حليب الصويا؟ يعني انا كثير اشوف حليب اقساط التغذيه بتنصح بحليب الصويا. حليب الصويا ممتاز. سعراته الحراريه مرتفعه؟ لا ما كثير بيفرق، هو بس هاي بروتين، يعني بتاخذوه اغلبيتهم اللي بدهم يعملوا حميه لانه في بروتين عالي، بس ما بيفرق كسعرات كثير عن الحليب العادي، بس نحن بناخده اللي ما بيحب، اللي عنده تحسس من اللاكتوز، او في هلا حليب جديد طلع في اسمه فري لاكتوز، اللي عنده تحسس فيه ياخذ، لانه كثير مهم الحليب مثل ما قلت احتوائه على البروبيوتيك اللي هي الانزيمات الهاضمه، حتى للبن خاصه مشان النفخات خلال قبل النوم كثير مهم، بيريح الجسم وبيريح المعده، يعني كثير مهم يتاخذ يوميا كاستين حليب لو فات او وحده حليب وحده يوغرت زبادي لو فات يوميا. يعني ممكن الشخص فعلا يتغدى غذاء سليم وصحي لكن بعدها يشرب شاي او قهوه، ونسمع كثير انه ما بيخلي الجسم يمتص الفيتامينز والكالسيوم بشكل كامل. طبعا هلا اذا اخذ بعد الوجبات مثلا المفروض بساعه ونص لساعتين ياخذ كاسه شاي، هلا الشاي عندنا ما بيكون كثير مخمر، يعني هي الليبتون او اللي بناخذها بتكون خفيف يعني، وخاصه بعد ساعتين فبيكون هضم وريح ما في اي مشاكل عليه، بس نحن بنحاول انه ما نكتر بشكل كثير كبير، مثل مثلا في ناس تاخذ 4 لـ5 كاسات، طول ما هو 1 كب لتو كبس بكفي باليوم، يعني كوبين مو اكثر، حتى للقهوه يعني ما بننصح انه اكثر من هيك، بس ما في اي مشاكل كسعرات حراريه ما بياثر. مهم. ما له تاثيرات يعني سلبيه. لا ما له تأثير. طيب بالنسبه للحليب، الحليب المضاف اليه الشوكليت او الشوكولات، هل هذا فعلا مفيد وصحي ومليء بالكالسيوم زي ما نشوف في الدعايات ام غير مفيد ابدا؟ هلا اغلب الحليب هلا بيكون مدعم بالكالسيوم طبيعي، بس لما بيكون تاخذي الحليب بيورلي لحاله بدون اي اضافات اي شيء، لا يعني بدون اي شوكليت ستروبري اي شيء، افضل ما انك تاخذي الا كامتصاصه بالجسم بيكون اسرع، فلازم لا يعني نحاول نعود الاطفال انه تاخذ حليب تتعود عليه كنكهته لحاله افضل ما اي اضافات، ما يكون مثلا بنكهات معينه طبعاً. مثل الفراوله والشوكليت كثير أكيد. من لا بنحاول انه نعوده لا على الطفل على انه ياخذ الحليب لحاله بدون اي اضافات، فهيك افضل. ركزتي على الفول السوداني قبل شويه، يعني تحديدا انه بيكون لازم لوجبه الطفل، يعني ليه الفول السوداني مثلا او نوع من المكسرات مثلا لوز وعين الجمل وزي كذا تكون مثلا مختلطه مع بعض، ام افضل الفول السوداني وتحديدا الاطفال؟ الفول السوداني خاصه انه الطفل بحبه لانه شوي سويتي، فبيلاقيه اسهل انه ياخده، حتى كانه ينحمل ما له يعني ريحه انه تضايقه او شيء، مثل مثلا اذا اخذ بيض او هيك، بس قيمتهم الغذائيه وحده المكسرات وال هو غني، هو المكسرات لا انت عم تحكي غنيه بالزنك، انا عم بحكي كبروتين، كبروتين هو سورس كويس انه يدعم جهاز المناعه للطفل، هي بالنسبه للفول السوداني، اما المكسرات اللوز غني بالزنك يعني كمان بيدعم جهاز المناعه ومفيد للشعر، فممكن ياخذ دائما نحن بننصح فيه از سناك، ياخذه مثل قبضه الايد هالقد
مثلا يوميا ممكن ياخذ الطفل جوز او لوز كمان بيدعم له الجهاز المناعي، وفيه الاوميجا 3 هو الاحماض الدهنيه الكويسه الغير مشبعه اللي ما بتعمل بترفع كمان الايونز الفري راديكالز اللي بتاثر على انتي اوكسيدنت يعني. اوكي بس انا ما حكيت هون عن الفيتامين اي اللي هو عباد الشمس. البزر هذا كتير كتير مهم تعرفوا للأظافر للجلد. ممكن ناخد يوميا معلقة، هو بيعادل معلقة زيت أو زيت نباتي أو زيت زيتون، ممكن يتاخد يوميا لأنه بينصح نحنا إلنا معلقة زيت زيتون باليوم، فممكن يتاخد إذا حابين كبديل هو غني بالفيتامين اي اللي هو بزر عباد الشمس. يعني ما شاء الله عندك ما شاء الله قدامك صحون متنوعه من المكونات الغذائيه المختلفه، لكن حنكون مصريحين شوي، يمكن نظام حياتنا السريع بيخلي الكل يعتمد على وجبات سريعه طبعاً. يبعد شوي هالمكونات الصحيه، لو حبينا نحط بعض المكونات الاساسيه اللي لازم الشخص يحاول من فتره والثانيه لازم ياخذها اليوم، يعني مثلا ذكرتي بيضه واحده، هل يوميا مهمه جدا الخضار مثلا؟ هلا اهم شيء البروتين، يعني ممكن بيض دجاج لازم يوميا ايه ضروري انه يتاخذ. البيض نحن بنوصف فيه هو والسمك 3 مرات اسبوعيا، بس يوميا لازم ياخذ بروتين، وكمان لازم ياخذ الحبوب الكامله اللي مثل القمح الكامل، هي كمان فيها فيتامين بي وغنيه بالزنك، فهذا من الاشياء الضروريه. وطبعا الفواكه والخضار ما لنا غنى عنها خاصه على وجبه الغداء، يعني اغلبيه الناس بتلاقي شوي بهمشوها، لا نحن بدنا نحاول تكون اساسيه السلطه قبل صحن الطبق الرئيسي. فحتى لو كان هلا بظن اغلب الناس صاروا يحاولوا يعني ياخذوا شيء بروتين مشوي مع صحن السلطة، هذا الشيء موجود حتى متوفر حتى للناس اللي بتشتغل، يعني موجود يعني مو صعب إن شاء الله بيكون صحيح. يعني في مكملات غذائية أيضا منتشرة بكثرة، لكن نسمع شوي إنها مفيدة، بعض الآخر يقول لا هي غير مفيدة ممكن استخدامها بكثرة يضر، فإيش الصح؟ المكملات الغذائية ممكن بشكل عام إنه الشخص ياخذ مكمل غذائي إذا ما كان غذائه يعني 100% ممتاز، أما إذا هو بشكل عام بس أغلب الناس نحن اللي شايفينه إنه ما كتير يعني بتروح على الأشياء مثل ما حكينا الصحية أو الهيلثي صحيح، فنحن ما في مشكلة إنه ينصح إنه يتاخذ مثلا يعني مثلا مدة 3 شهور ويتوقف فترة، ما في مشكلة إذا تاخذ مثل ما حكيت نحن هلا الكبسول الجديدة اللي مثل البروبيوتيك، هذا البروبيوتيك هو مع الحياة يعني بيساعد الجسم وبيساعد يحفز جهاز المناعة، في منه للأطفال وفي منه للصغار، أنا بصراحة بنصح فيه كتير لأنه هو أصلا عم ينضاف للأغذية يعني. الله يعطيك ألف عافية دكتورة، شكرا لك يا دكتورة معنا اليوم. مشاهدينا راح ننتقل لآخر فقرة معنا اليوم، فقرة الطبخ مع شيف رودينا، حتقدم لنا اليوم الفاهيتة بطريقة مختلفة ولذيذة وسريعة بإذن الله، تابعونا مع هذا الفاصل.